اليوم ان شاء الله معنا في الاستديو الاستاذ عبد الله بن محمد العبري، مدرب ومستشار في تنميه وتطوير الشركات الصغيره والمتوسطه. اهلا وسهلا بك الاستاذ عبد الله. اهلا وسهلا اخ عبد الله، واهلا وسهلا بالمستمعين الكرام. يا مرحبا وسهلا فيك. على ان ينضم لنا خلال قادم الوقت الدكتور احمد بن عبد الكريم الهوتي، عضو مجلس اداره غرفه تجاره وصناعه عمان، رئيس اللجنه الاقتصاديه والدراسات والبحوث. اذا الاستاذ عبد الله، يستمر الحديث عن قطاع المؤسسات الصغيره والمتوسطه وتستمر التحديات، وكل ما اعتقدنا انه جائحة كورونا في أمتارها الأخيرة، لكن ربما هذه المسافة تختلف عندما نتحدث عن قطاع الأعمال، لأنه ممكن تداعياتها وتأثيراتها تستمر لفترة أطول وأكثر. نعم، بشكل عام طبعا تأثير الجائحة كان على مستويات كثيرة جدا وعلى قطاعات كثيرة جدا. في قطاعات تأثرت بشكل مباشر مثل قطاع السياحة، وفي قطاعات خلينا نقول استفادت بشكل كبير جدا مثل قطاع الصحة وال على سبيل المثال المستشفيات، العيادات الطبية، الأماكن اللي هي كانت مسؤولة مثلا عن عمليات الفحص، يعني في المختبرات متخصصة فقط في مجال الفحص. وهنا على سبيل المثال أذكر أني التقيت بأحد الأخوة في المملكة العربية السعودية، وذكر لي أنه هو فتح مختبر فقط لفحص الدم قبل الجائحة، وبعد سنتين تقريبا قال يعني كان في رصيده يمكن اكثر من 4 مليون ريال عماني يعني. فتخيل انت، شوف الناس اللي استفادت والناس اللي ما استفادت. اي نعم. فالجائحه بشكل عام خلينا نقول انها هي يمكن تكون تصحيح اوضاع كانت في السلطنه بشكل عام. احنا مثل ما نعرف ان قطاع المؤسسات الصغيره المتوسطه ما فيه عمانيين بشكل كبير جدا. بدأوا العمانيين صح انه ينخرطوا فيه، وتأثر ناس كثيرة جدا، لكن أيضا في قطاع كبير منه أيضا كان يعني خلينا نقول يدار من قبل العمالة الوافدة بشكل عام، وجزء كبير منه عمالة مستترة. هذا أيضا وصلهم هذا التصحيح، في كثير منهم أغلقوا، في كثير منهم سافروا، في كثير منهم خلاص ما كان عندهم كما يقولوا آلية إنهم يرجعوا مرة ثانية. وهنا النقطة المهمة، الناس اللي رجعوا، الناس اللي كان عندهم سيولة، كانت المشكلة الأكبر اللي أنا شفتها إنه بشكل كبير جدا هي السيولة. الناس اللي ما عندهم سيولة، ما يقدر يحصل قروض، ما عندهم مبالغ، ما عندهم مثلا مجتمعهم، أهلهم، الناس اللي حولهم ممكن يساعدوهم، هذا تأثر بشكل مباشر جدا، أدى إنهم يكون عندهم مشاكل مالية. مثل ما تفضلت، في كثير منهم الحين يا أما في السجون أو عندهم قضايا ممكن تدخلهم للسجن. نعم. فهذا بشكل عام كخلاصة خلينا نقول. نعم، يعني الأستاذ عبد الله، أنا أريد أتكلم حقيقة عن أمر المفروض يكون أهمنا جميعا، سواء الحكومة، سواء المؤسسات، المصارف، غيرها. المفروض أنه مهما بلغت هذه التحديات، لكن لا نصل إلى مرحلة إغلاق مشروع معين، لأن أتوقع الكل يعي ماذا يعني إغلاق مشروع. أتوقع يعني يمكن توضح هذه الجزئية بالتحديد. إغلاق مشروع يمكن تتأثر الدائرة كلها هذه المرة، ما يتأثر فقط صاحب المشروع. صحيح، هو بشكل عام هو التأثر دائما، كل ما كبر المشروع كل ما تأثر عن الاقتصاد بشكل عام. ولما نتكلم عن الاقتصاد نتكلم عن ناس يأخذ رواتب، نتكلم عن عوائل، نتكلم عن على ايضا كيف انك انت المبلغ يتحول من 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 رب البيت الى خلينا نقول الدكان اللي جنبه الى الناس اللي جنبه. فانت هذه السيوله النقديه اللي هي موجوده تتحور كلها داخل الاقتصاد. فانت كل ما كان هذا اكثر، كل ما الاقتصاد كان اكبر. مثل ما تفضلت، احنا المفروض ان ننظر اليه نظره شامله. أنا ضد فكرة أنه إحنا مثلاً دائماً نلوم طرف غير عن طرف، لكن المفروض أن إحنا نجلس كلنا مع جلسة واحدة ونشوف وين الأشياء اللي إحنا ممكن نقدمها من جوانبنا. على سبيل المثال، أنا أنظر مثلاً أن الحكومة لو طورت القوانين والتشريعات والآليات، أنه كيف أن إحنا يكون في عندنا استثمار سهل، كيف أنه ما نخفف القيود على هؤلاء الناس، كيف أنه لما تكون حتى إغلاقات أنه يكون في مجال أنه الناس تقدر تشتغل. صح، بالنسبة لنا يعني الأمور الصحية مهمة جدا، لكن أيضا الناس تريد تأكل، تريد تشرب، تريد تعمل أشياء كثيرة جدا. فنفتح لهم هذا المجال على أساس أن هم يشتغلوا فيه بالآلية خلينا نقول اللي هي ما تتجاوز قوانين معينة. أيضا البنوك، مثل ما تفضلت، البنوك بشكل عام عليهم دور كبير جدا. احنا يمكن شفنا أو بنشوف يمكن خلال هذه الأيام أنه البنوك كثيرة أقفلت على أرباح مليونية يعني، وهذا شيء ما غريب.
لكن أين مساهمتكم في المجتمع؟ المفروض أن يكون في مساهمة منهم. أنا ضد فكرة أيضا أن الحكومة تتدخل في هذا الموضوع، لأنك نعم. أنت في النهاية اقتصاد حر، لكن أنت كموجود كبنك وفي عندك يعني خلينا نقول نسبة كبيرة جدا من العمانيين، نسبة كبيرة جدا من الوافدين، طيب ليش ما تساعد هالناس اللي موجودين ولو بآلية بسيطة؟ الدور الأكبر اللي أشوفه هو على المجتمع نفسه. أنا أيضا أكون ضد فكرة أن احنا نعتمد على الحكومة في كل شيء. الحكومة دورها حد معين، الأنظمة، القوانين، التشريعات، لكن الدور اللي هو خلينا نقول الأكبر يكون على المجتمع نفسه. احنا كلنا كأصحاب أعمال أو الناس اللي موجودة عندهم أصحاب أعمال، من اللي يساعدهم؟ اللي يساعدهم المجتمع. يعني لو في دكان موجود في الحارة، من اللي يساعده؟ يساعده أهل الحارة. لكن لو قلنا احنا إغلاق مثلا 6 أيام وما حد يطلع من البيت، أكيد هو تأثر بشكل كبير جدا. لكن هل في آلية معينة ممكن احنا نتعامل معه؟ أكيد في آليات كثيرة. وهنا يجي دور المرونة. لو لاحظنا أن في الفترة الماضية الشركات الصغيرة والمتوسطة اللي كان عندهم مرونة أقوى هم الناس اللي قدروا يبقوا لحد الحين في السوق وما أغلقوا. نعم. هل تعتقد أن عندنا مشكلة حقيقية في القوة الشرائية في الفترة الأخيرة تسببت في تأثر وتدهور بعض المشاريع؟ شيء أكيد. القوة الشرائية طبعا احنا لما نشوفها على دخول الناس. في الفترة الماضية في ناس كثيرة طلعت للتقاعد، فمعناته أن مستوى الدخل عندهم نزل. في ناس كثيرة فقدت وظائفهم، في ناس كثيرة أيضا خفضت رواتبهم. طبعا أيضا كانت في القوانين كانت عامة للجميع، أيضا كعلاوات أيضا خفضت كعلاوات، كان في قرار في هذا الموضوع، فمعناته أن أنا دخلي نقص عن اللي كان في الأول يعني. وهذا خلينا نقول على نسبة كبيرة من المجتمع، فمعناته أننا الأشياء بديت أركز على الأشياء الأهم اللي أشتريها وبعدين الأشياء المهمة. نعم. إحنا يمكن وصلنا في مرحلة من المراحل، إحنا وصلنا مرحلة ترف، إن الناس لا تشتري حتى أشياء يمكن ما محتاجت لها، أشياء ثانوية. نركز أكثر على الأشياء على نقول الحلويات خلينا نقول بشكل أكبر، لكن ما نركز على الـ على الـ على نقول المين ديش أو الشيء الأساسي مثلاً في البيت. الحين لا. نعم. بدأ التفكير إن ليش ما ركز على الأشياء المهمة بالنسبة لي، وبعدين الأشياء الأهم وهكذا. لو صار عندي وسع وصار عندي مبلغ ممكن إني أشتري الأشياء الثانوية. هذا أتوقع يحتاج دراسات محدثة بشكل دائم عن السوق. يعني أنا ما أعرف حتى إذا كان لدينا يعني دراسات بشكل مستمر عن وضع السوق، عن سلوك المستهلكين. لأن الآن تذكر الأستاذ عبد الله قلت في مرحلة المراحل نحن سلوكنا كذا في الاستهلاك، الحين سلوكنا يمكن يتغير وبدينا نعتمد على أولويات. صحيح. وغيره. يعني خلينا أعطيك مثال بسيط جدا. إحنا كلنا نشوف مثلا في بداية رمضان في السنوات، خلينا نقول مش الثلاث لكن الخمس سنوات أو العشر سنوات اللي قبل، أنت أول ما يبدأ رمضان يمكن نص يعني السيارات اللي في الشارع تشوفها برقم أخضر. نعم. صح ولا لا؟ نعم. أتوقع حتى المستمعين يتفقوا. الحين نادرا ما تشوف سيارة برقم أخضر. نادرا. ليش؟ لأن خلاص الحين القوة الشرائية للناس قلت عن أول. أول أنا خلاص أنا عامل حسابي، ترى أنا جايني راتب، أنا بيزيد راتبي، أنا بعمل كذا، إذا بشتري السيارة فما عندي مشكلة. خلال الخمس سنوات الجاية أنا بدفع الأقساط، بدفع كل هذه الأشياء. الحين الناس بدأت تحسب كل صغيرة وكبيرة. نعم. هل أنا مستعد أن أدفع هذا المبلغ في هذه السيارة ولا أدفع في سيارة أصغر؟ نعم. طيب. والبعض بدأ يتحوط، يعني يقول لك أنا من الجيد أني ما أنفق مبلغ كبير مثلا من المال على منتج معين، لأنه الظروف الاقتصادية يمكن سبحان الله بعض التقلبات، يعني يمكن أكيد أخسر وظيفتي. ويمكن أكيد مثلا المستمعين وحتى يمكن أنتم تعرفوا ناس كثيرة، يمكن في ناس يغيروا سيارتهم كل سنتين وكل ثلاث سنوات. الحين هذا نفس الشخص بتحصل نفس السيارة صار لها خمس سنوات أو ست سنوات عنده. نعم. زين. فهنا الحين يعني فعلا احنا وصلنا مرحلة خلينا نقول بدأت ترف، إن فعلًا ننفق بسخاء شيء كبير، لأن إحنا نعرف إن في حد بيسندنا. الحين ما في حد بيسندك. نعم. زين، عندك المجتمع. إذا المجتمع ما بيقدر يسندك معناتك أنت ما عندك. طيب المجتمع من بيسند؟ بيسندك أنت اللي تغير سيارتك ثلاث سنوات، ولا بسند الشخص اللي هو الحين مثلًا طلع من وظيفته. نعم. وصار عنده عائلة. يعني حتى هذه صارت فيها أولويات. صحيح. يعني. في كل شيء. طيب. صار نحن نشرك المتابعين ونشرك أصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة ورواد الأعمال، نذكر فقط بأرقام هواتفنا 24920024920000، رقمنا في الواتساب على 947999975. ناخذ اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا مرحبا وسهلا. حياك الله، يا اهلا وسهلا. الله يحييك، من معنا؟
معك إدريس الريامي، رئيس تنفيذي للمشاريع الوطنية للتطوير والاستثمار، رائد عمل عماني. يا مرحبا وسهلا فيك إدريس. يا رسالة، حياك الله، تفضل. حقيقة بسبب الصعوبات في القطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واجهنا بداية الجائحة عدة صعوبات متواصلة، منها اللي هو بسببها أدى إلى انخفاض عدد المبيعات وإغلاق حتى المؤسسات. نعم، في أي قطاع المشاريع؟ قطاعين للأسف، إن قطاع المواد الغذائية بسبب الإغلاقات، وفي نفس الوقت قطاع الاستشارات الإدارية للأعمال. فكانت كلها متتالية بسبب الإغلاقات، فحتى كان فيها صعوبة مثلا برفع الإيرادات، لأن مثل ما أنتم ملاحظين ومطلعين أن خلال الفترات السابقة كان أغلب الإغلاقات ليلية، فأغلب المحلات المواد الغذائية كان أعلى مبيعات لها في الفترة المسائية، خصوصا في المناطق القروية بغض النظر عن العاصمة. طيب كيف تعاملتوا مع هذه التحديات يا إدريس؟ يعني هل استطعتوا أنكم تديروا العملية، تقللوا من كلفكم التشغيلية، يعني تحاولوا إذا كان عندكم حلول تمويلية معينة تغطي النفقات وغيرها، كيف تعاملتوا؟ للأسف ما كانت في حلول سريعة ومجدية، لأن كانت النفقات متواصلة والمشتريات نفس الشيء متواصلة، والدائنين بشكل دائم في جدولة معينة لازم نتبعها، فإذا ما اتبعناها اختلت الميزانية فصار فيها تراكمات كثيرة، فكان في صعوبة إن نحن نتخذ الإجراءات الصحيحة فيها، فما اضطررنا إلى إغلاق المؤسسات هذه. أغلقتوا يعني عدد من شركاتكم؟ أغلقت شركتين. الشركة الاستشارات هو شركة المواد الغذائية، بسبب أنه زيادة عدد المطالبات وفي نفس الوقت تناقص عدد المبيعات، فهنا الجانب ميزانية ميزانية التجاذب بينهم فما صارت متوازية. نعم، إدريس تفضل بالبقاء معنا. الأستاذ عبد الله، يعني متى يكون قرار إغلاق الشركة قرارا صائبا رغم صعوبته طبعا؟ طيب، هو أنا يعني وجهة نظري وأكيد تتفقوا معي إن ما في حد يفتح شركة على أساس إنه يغلقها، أكيد. لكن لما توصل لمرحلة إنك أنت ما قادر تعطي وما قادر إنك أنت توفي بالتزاماتك، أكيد هنا القرار بيكون، والقرار دائما يكون صعب، لكن طبعا في إجراءات احترازية المفروض أن الشخص يشتغل عليها دائما، مثل ما تفضلت أنه كيف إحنا نقلل الانفاقات، كيف خلينا نقول نشتغل بشكل أفضل. زين، مثلا بدل يعني على بعطي يعني مثال بسيط جدا، إن بدل ما يكون عندنا سيارتين تطلع سيارة واحدة مثلا على سبيل المثال، هل الناس يشتروا أكثر في الليل؟ ليش ما أوصل لهم مثلا قبل ما الحاجة اللي هم تريدهم أوصل لهم فيها في اليوم الثاني، أوصل لهم إياه دفعة واحدة؟ طبعا هذا كله في التشارك وبالتعاون، ومثل ما قلت لك هو ترى هي كلها منظومة متكاملة، كل ما إحنا تواصلنا مع بعض بطريقة صحيحة وبطريقة آنية وبطريقة أن كل حد يستفيد منها، كل ما احنا عالجناها بشكل أفضل. لكن أكيد يعني أسوأ حاجة أو أسوأ قرار ممكن تتخذه أنك أنت فعلا تغلق مشروع أنت اشتغلت فيه وحطيت فيه مثلا كما يقولوا دم قلبك يعني. نعم، وأكيد يعني أحيانا يكون لتفادي وتجنب ممكن خسائر أكبر وأضرار أكثر. إدريس، يعني هل تشعر أنه كان بالإمكان أفضل مما كان؟ يعني القصد أنه لو تلقيته نوع من الدعم أو المساندة ربما كان قرار الإغلاق مستبعد. والله في الحقيقة لو كان فيه نوع من الدعم كان راح يكون نستبعد هذا النقطة، نقطة الإغلاق. بس مثل ما ذكرت سابقا أنه تراكم الأشياء هي اللي صعبت علينا، خلاص أغلقت جميع المخارج. نعم، فما قدرنا نتبع أي طريقة أخرى، أطرقنا الأبواب فما في دعم مباشر، فكل الدعم اللي مثلا كان تم تقديمه عن طريق الجهات المختصة تأخذ فترة طويلة، فأنت في خلال هذه الفترة المعينة ما تقدر تجازف بأكثر من كذا، خسرت جزء كبير في المجال الفلاني، فما ممكن أنك أنت
تظل في نفس المجال بنفس الخسارة وبنفس التكاليف. أخي إدريسي إذا تسمح عندي سؤال الحين، لو قلنا أنت تكلمت عن الدعم أنت اللي محتاجينه مثلا، طيب لو فرضنا أنك أنت انسى مثلا المبالغ، إيش الدعم اللي غير المبلغ اللي كان ممكن يساعدكم أنكم تطلعوا من الأزمة؟ هو كان أولا حاجة اللي هي القسط البنكي. لا عفوا يعني خلينا نحط الأموال على صوب، غير عن الأموال إيش الشيء اللي أنت تشوفه أنه لو عمل بطريقة أفضل كان ممكن يساعدكم أنت ويساعد الناس بشكل عام؟ هل في شيء معين غير المبالغ؟ هي حاليا إذا أنت راح ترجع على مشاكل القطاع الخاص، هي أغلبها مشاكل مالية، يعني تسببت صارت الأسباب فيها مالية. يعني بغض النظر عن طرق الإدارة طرق التشغيل، هي لو ناخذ ونعطي فيها راح نرجع للمشكلة المالية. نعم. طيب يا أدريس، شكرا جزيلا لك على مداخلتك ومشاركتك في حلقة. بارك الله. يعطيك العافية. إذن هذه كانت مشاركة أدريس، يعني للأسف الشديد أدريس أغلق يعني بعض الأنشطة الموجودة في شركته بسبب تردي الأوضاع. يعني تتفاوت قدرة المؤسسات في الصمود أتوقع يعني الأستاذ عبد الله أمام التحديات، وهذا يمكن نتيجة عمل قائم في أوقات ما أريد أقول الرخاء لكن في أوقات الأوضاع المستقرة. صحيح. فأهمية هذا التخطيط المبكر لمواجهة التحديات، أو على أقل تقدير حتى يكون عندك نفس طويل يعني أطول. نعم. من مؤسسة أخرى. واحدة من الأشياء المهمة واللي دائما نقولها دائما لرواد الأعمال، لما تكون في الرخاء دائما حط كما يقولوا مبلغ ممكن يساعدك لستة شهور أو لسنة. يعني لو صارت عندك أسوأ الظروف أنت ممكن تشغل الفريق مالك، ممكن تشغل بكامل طاقتك لمدة 6 شهور إلى سنة. طبعا لما جت الجائحة يعني أسوأ المتشائمين توقعوا أنها تكون 6 شهور. أسوأ المتشائمين، في ناس قالوا بتكون أسابيع، في ناس قالوا بتكون شهور، لكن ما حد توقع أنها تجلس سنتين ويمكن أكثر. حتى الحين نشوف أن أصلا في دول الحين قال خلاص إحنا لازم نعيش مع الجائحة، ما يصير أن إحنا نعمل إغلاقات، ما يصير أن إحنا نطلب PCR، ما يصير أن إحنا نعمل كما يقولوا يعني طلبات كثيرة جدا على الزائرين، لأنك أنت عايش على هلا الناس، خاصة على لو تكلمنا مثلا على السياحة بشكل عام. فدائما الشركة، وهذا نصيحتي دائما حالهم، أنت لما تكون في وقت رخاء دائما حط مبلغ من دخلك دائما كتوفير، وتحطه دائما للأيام اللي هي أنت تتوقع فيها أن ما يكون فيها نشاط. لأن الحين العالم صار متقلب بشكل كبير جدا، احنا ما نعرف. أبسط مثال أنه احنا كان سعر البترول نازل بشكل كبير، الحين بدأ يرتفع، الحين ارتفع بشكل كبير جدا. وكلها لأشياء أصلا ما إلها علاقة أبدا بالاستهلاك ولا إلها، بس لعلاقات سياسية يعني. زين، فهذه ممكن تصير وممكن تأثر علينا بشكل مباشر أو غير مباشر. نعم. طيب ناخذ إذن الآن مداخلة الدكتور. نعم جاهز إذن الدكتور أحمد بن عبد الكريم الهوتي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس اللجنة الاقتصادية والدراسات والبحوث. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا وسهلا فيك، سعيدين بانضمامك لنا إلى الحوار. ومعنا هنا في الاستديو الأستاذ عبد الله العبري، مدرب ومستشار في تنمية وتطوير الشركات الصغيرة المتوسطة. حياكم الله، حياك وتشريف الأستاذ عبد الله. يا مرحبا. أهلا وسهلا دكتور. حياك الله دكتور. نتحدث عن قطاع المؤسسات الصغيرة المتوسطة، هذا الحديث القديم الجديد. وكنا قبل مداخلتك دكتور أحمد للأسف الشديد نتلقى بعض الاتصالات من أصحاب مؤسسات صغيرة ومتوسطة يعلمون بأنهم أغلقوا بعض أنشطتهم الآن، ونحن يعني نمني النفس أننا في الأمتار الأخيرة من جائحة كورونا. يعني عادة ماذا تحتاج هذه المؤسسات لتتعافى وتعود تدريجيا إلى طبيعتها؟ أولا هذا القطاع، قطاع ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة، تحتاج إلى صبر ودعم وتحفيز وتمويل وحضانة وفرص أعمال متعددة. هذه الأمور إذا لم توجد في أي اقتصاد فهذا يعني أنه أنت تهدد سلامة هذه المؤسسات وتهدد بقاها لمدة أطول. نعلم جيدا أنه
هذه المؤسسات لا تقاوم ولا تتحمل الظروف الاقتصادية الحادة، وفي مثل هذه الحالات تخرج يمكن 50% من المؤسسات وتخسر وتغلق أنشطتها. لذلك يعني كثير من الدول تحتضن وتساعد هذه المؤسسات، لأنها تراهن أن هذه المؤسسات هي أفضل وسيلة لتوفير فرص الأعمال للشباب إلى جانب يعني الأعمال الحرة الأخرى. لذلك في هذه المرحلة في تقديري نحن نحتاج إلى التمويل، لأن كثير من هذه المؤسسات قد تكون محتاجة بالفعل إلى تمويل، وتمويل بكلفة قليلة جدا، ومع تسهيل السداد خلال الفترة الحالية والقادمة. ثم أيضا تنشيط القوة الشرائية، لدينا ضعف كبير في القوة الشرائية في البلد، ولها أسباب كثيرة أكثرها اقتصادية طبعا. ثم أيضا عندنا كلفة العمالة الوافدة، وهذه يجب أن تدرس وتعالج، بحيث أنها يعني لا تعامل المؤسسات الصغيرة مثل ما تعامل الشركات الكبيرة التي يعني قد تكون لديها القدرة والإمكانية لدفع الرسوم والضرائب بشكل أكبر. أيضا هناك مشكلة في الصعوبات الإدارية والإجراءات، يعني واحد من إخواننا الإعلاميين أمس أشار إلى أنه اليوم صاحب السجل أو الشخص الذي يفتح سجل في عمان يعامل وكأنه يعني مجرم، وكأنه يعني لابد من أن يعاقب وأن كذا. تلاقي الغرامات من صوب، والإجراءات من صوب، والتعقيدات من صوب، وبالتالي يعني يعامل وكأنه عمل جريمة لأنه فتح سجل. ثم أيضا لابد من مراعاة المنافسة الصعبة اللي موجودة في سوقنا، سوقنا محدود والمنافسة فيه شديدة جدا، وهذه العملية طبعا ما تساعد المؤسسات الصغيرة على البقاء. التشريعات والقوانين هي بحد ذاتها أيضا عقدت مسار المؤسسات الصغيرة، ولابد من تسهيل وفهم هذه التشريعات والقوانين بما ينسجم وتطلعاتنا لهذه المؤسسات ودورها في المستقبل. إذا بقت على هذا الحال فأنا أعتقد أنه جزء من التشريعات والقوانين ستقضي على هذه المؤسسات وستخرج من السوق. نعم. أيضا المنتج الوطني وتفضيل السعر الأقل على حساب المنتج الوطني، هذه مشكلة ما زالت قائمة، ولذلك كثير من المنتجات التي تنتجها المؤسسات الصغيرة لا تجد سوق قوي، ولا حتى المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الحكومية تقوم بتفضيل المنتج الوطني. نعم. لدينا إشكالية في ضيق القطاع الاقتصادي، بمعنى أنه ما في تنويع اقتصادي، قطاعات ضيقة جدا. أنت تحتاج في هذه المرحلة إلى توسيع القطاعات الاقتصادية حتى تستطيع أنه تنوع من الاقتصاد وتجعل المؤسسات الصغيرة هذه تعمل بوتيرة أفضل وفي قطاعات متعددة. نعم دكتور، يعني اسمح لي فقط بهذه المداخلة، الآن من وجهة نظرك لماذا لا تترجم هذه الرغبة الكبيرة من الحكومة في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتحدث عنها في كل مناسبة وتشير إليها في كل حدث أن نحن مهتمين جدا بدعم المؤسسات الصغيرة والارتقاء بها، من وجهة نظرك لماذا لا تترجم هذه الرغبة إلى ممارسات فاعلة ومؤثرة، سواء في تنظيم السوق، في إيجاد الدعم الحقيقي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تقوم فعلا بأدوارها كأداة اقتصادية كبيرة ومؤثرة؟ هي إجمالا في كثير من الدول ومن بينها حتى السلطنة، سلطنة عمان، التوجه دائما أن الحكومة يجب أن تقوم بكل هذه الأدوار. الإشكال هو هنا، أعتقد أنه لابد من تغيير هذا الفكر، تغيير هذا الفكر في اتجاه أن الدولة بمؤسساتها المختلفة، القطاع الخاص، القطاع العام، القطاع الأهلي، الكل يجب أن يشترك في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. عندما تضع كل الثقل على الحكومة فهي جهة واحدة، وعادة الحكومات تعطي يعني تقول لك إنه والله أنا عندي بس بعض الإجراءات ورسوم وضرائب، بمجرد ما تدفعها الباقي ما علي، أنا ما أتحمل مسائل السوق وما أتحمل الأمور الأخرى.
ولذلك هي حلقة واحدة، الحلقات الأخرى مفقودة. هي تحتاج إلى منظومة متكاملة من الجميع، من الكل، وليست الحكومة لوحدها في دعم هذه المؤسسات وحمايتها. أنا أعتقد حتى المجتمع نفسه، المجتمع الصغير، بدل ما مثلا نشتري من محلات كبيرة وهكذا، علينا أيضا أن ندعم المؤسس، صاحب المؤسسة الصغيرة، ونشتري منه. فأيضا المجتمع له دور في أن يبقى هذا الشخص في السوق أو لا يبقى. أنا أعتقد أنه كل الأدوار إذا مسكتها الحكومة في يدها فتصبح العملية معقدة أكثر. أنا يعني المفروض أن المؤسسات، جميع مؤسسات المجتمع المدني، مؤسس الغرفة، عندنا طبعا مؤسسات معنية بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الشركات، كل هذه يجب أن تهتم بهذا القطاع. نعم، نشرك معنا في الحوار معنا الأستاذ عبد الله. دائما تشير يعني الأستاذ عبد الله أنه يعني في أكثر من مناسبة حقيقة، ويمكن آخرها كان جلسة حوارية جماعتنا، أن الحكومة بذلت جهود جيدة جدا يعني في دعم المؤسسات الصغيرة المتوسطة، وحتى يمكن في دعم القطاع الخاص بشكل عام. وأشرت في أكثر من مرة اليوم داخل مقابلة إلى أدوار المجتمع. إلى أي مدى يمكن أن يعول على المجتمع في تمكين المؤسسات الصغيرة المتوسطة؟ قل لك مثل ما أنت تاجر يهمك الربح، أنا مستهلك أبحث دائما عن القيمة الأقل والجودة وغيرها من التفاصيل. صحيح، سؤال جميل، أشكرك عليه. أنا يمكن بكمل على كلام الدكتور أحمد. إحنا نعيش في منظومة كاملة، ومثل ما قلت لك يعني إحنا الحين لو جينا نشوف المنظومة كلها، الحكومة إلها دور معين. الحكومة كانت تعمل كل حاجة، كانت تسوي كل شيء، والحين لما بدأت تطلع لازم في حد يدخل في النص وهو يكمل هذه المنظومة. على هذه غرفة التجارة جزء منها، وزارة التجارة جزء منها، المجتمع المدني جزء منه، أنا أو أنت والدكتور وكل المستمعين إحنا جزء من هذه الأشياء. صح، أنا يعني كمستهلك أنا أفضل منتج معين، لكن هذا ما ينطبق يمكن على الجميع. يعني في أشياء معينة إحنا كمنتجات عمانية، أو حتى أشياء مثلا كما نقول كتجار، زين انا اعرف ان هذا التاجر عماني، وهو والده واخوانه هم يديروا هذا، واعرف ان هذا التاجر اللي هنا لا، هذا مستثمر اجنبي. يمكن الفرق يعني لو جيت تحسبها في مشتريات بخمسين بمئة ريال، يمكن خمسة ريال، هل انا مستعد اجازف هذاك الخمسة ريال؟ انا اقول لك دائما انا ما عندي مشكله اني اجازف في هذا الشيء. ليش؟ لان في النهايه هذاك المبلغ ترى يرجع لي انا بطريقه غير مباشره، بينما المبلغ الثاني من عند المستثمر الاجنبي، مع احترامي للجميع، واحنا طبعا نشجعهم ايضا الاستثمار في السلطنه، لكن جزء كبير منه يطلع برا السلطنه ويطلع خارج السلطنه. واحده من الاشياء المهمه ايضا اللي تشتغل عليها الحكومه الحين اللي هي القيمه المحليه المضافه. القيمه المحليه المضافه بدات يعني بشكل كبير جدا يكون لها اسس من 2011. بدا في قطاع النفط والغاز اشتغلوا عليها الاخوان بشكل ممتاز. الحين الحكومة بدأت هي أيضا تدخلها في نشاطها. الحين في فريق في مع من ضمن فريق توازن المالي يشتغلوا على نظام كامل كيف أن احنا ممكن نعزز القيمة المحلية المضافة من خلال المناقصات الحكومية ومن خلال المشتريات الحكومية. فكحكومة تعمل هذا الدور. طيب أنا أيضا كمواطن المفروض أني أعمل هذا الدور. نعم. خلينا أعطيك مثال بسيط. أنتوا الحين مثلا إذاعة عمانية، عندكم شباب عمانيين وكل شيء، أنتوا هذا أبسط حاجة، هذا المنتج من وين جبتوه؟ هل جبتوه من برا السلطنة ولا من داخل السلطنة؟ من داخل السلطنة، ترى في النهاية هو ماي. اللي بتفرق عند بعض الناس بيقول لك كمية الصوديوم اللي فيه والبي اتش اللي هو موجود فيه، لكن بالنسبة لي أنا كمستهلك عادي الماي ما كان عندي مشكلة يعني. فهل باخذ هذا الماي اللي هو معبى وأنتج في السلطنة، ولا بروح بشتري مياه مثلا من خارج السلطنة؟ نعم دكتور أحمد، هذه مداخلة الآن وصلتنا من أحد متابعينا، يعني يقول من الجيد أن نتحدث كذلك عن هشاشة مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة، بنيت على أسس ضعيفة جدا لا تستطيع تحمل التحديات والعقبات وتسقط من أول تحدي. هل تعتقد أن هذا الكلام دقيق؟ في كل العالم عبد الله هذه المسألة معروفة. جزء كبير من هذه المؤسسات تختفي من السنة الثالثة، لا تستطيع أن تقاوم. هذه المعادلة موجودة في كل دول العالم،
وعمان ليست استثناء. لكن نحن يعني من البدايات الأولى كنا نعول على لمعالجة مشكلة التعمين أو توفير فرص العمل على هذه المؤسسات. ولذلك كانت نظريتي تقول من أنه إذا قدرت عمان في فترة قياسية 3-4 سنوات أن تسجل 50,000 مؤسسة في ريادة، فهذا يعني أنك تتكلم عن 50,000 فرصة عمل توفرت لعمانيين. لو كل مؤسسة من هذه المؤسسات أو كل شخص شغل عماني آخر معاه، فأنت تتكلم عن 50,000 فرصة عمل جديدة توفرت عبر هذه المؤسسات. المؤسسات تبنى بهذه الطريقة. مثل ما ذكروا الإخوان أنه أنت تحتاج الآن أن تقاوم هذا الواقع اللي موجود، المفروض من كورونا أو الوضع الاقتصادي برمته، أنك تحافظ على هذه المؤسسات بكل ما أوتيت من قوة. طبعا جزء كبير من هذه المؤسسات راح تخرج لأنها لا تستطيع أن تنافس لأسباب طبيعية، لكن جزء كبير من هذه المؤسسات تستطيع أن تبقى وتستطيع أن تنتج وأن تعمل، فقط تحتاج إلى بعض الممكنات، وهذه الممكنات يجب أن تدرس من كل الفئات من كل الأطراف حتى نستطيع أن نمكنها بالفعل. أما أنه مثلا اليوم أنا أجي أساعد شاب من خلال التمويل وأعطيه شاحنة، وبعد أيام تلاقي ما في فرص أعمال لهذه الشاحنة، ولا المجتمع أيضا يساعد، فمن وين راح يسدد الأقساط اللي عليه؟ يجب أن يكون تفكيرنا بهذه الطريقة، أنه هذا الشباب حتى يستطيعون يستمروا لابد من وجود فرص أعمال، ولابد من وجود سيولة تكفي حتى يعني تساعدوا فيها. غير ما أنه يعني واحدة من الأمور المهمة يجب النظر إليها اللي هي الرسوم. يعني هذا التنوع والتعدد في الرسوم، يعني فجأة تطلع لك رسوم بيئة، فجأة تطلع لك رسوم بلدية، فجأة تطلع لك رسوم غريبة، يعني ما أعتقد أنها لها داعي في ظل الظروف الحالية. عمان الحمد لله بخير، يعني ما محتاجة إلى هذا المنافسة المحتدمة بين المؤسسات لفرض رسوم هنا 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 هنا. رسم جديد طلع اسمه رسم البيئة على هذه طاري شركة يعني الألمنيوم. كان في رسم جديد مفروض على الشركة اللي هي رسم أعتقد مخلفات الألمنيوم، هذه جديدة. فأنا أعتقد أنه ما في داعي أنه يعني كل يوم نتفنن في طرح هذه الرسوم والضرائب في ظل الحالة اللي نعيشها الآن. نعم دكتور، كسؤال أخير الآن، المؤشرات والمعطيات التي أمامك وتحسن أسعار النفط مثلا، وكذلك المؤشرات المتعلقة بالجائحة أنها ربما تكون هذه الموجة الأخيرة، هل هذه المؤشرات المتوفرة الآن تقول أنه نحن يعني نحو انفراجه مثلا، انه التحديات بتبدا تتلاشى اتباعا وتعود الاوضاع يعني الى سابق عهدها؟ شوف، ما لم تكن لديك الاراده من انه هذه المؤسسات هي دعائم الاقتصاد الوطني وعليك ان تحافظ عليها وعليك ان تشجعها وان تقويها بما تمتلك من عناصر وأدوات، فلن يتغير شيء. يعني مسألة التعمين بالطريقة الحالية بالرسوم العالية هذه قد ما تساعد هذه المؤسسات أنها تنجح، أو على الأقل أنها يعني تتعافى. عدم وجود برنامج دعم وتحفيز اقتصادي واضح أيضا هو الآخر، قد لا يساعد هذه المؤسسات أنها يعني تنتعش والوضع الاقتصادي يعود. عدم وجود أتمتة لجميع الخدمات والإجراءات الحكومية والربط بين المؤسسات كذلك معضلة. القطاعات عملية التوعية بالظروف الحالية وزيادة المساحة الإعلامية لتسليط الضوء على هذا الواقع وإيجاد الحلول، هذه أيضا واحدة من الإشكالات اللي نعيش فيها. فأنا أعتقد أنه يعني هذه فرصة مثالية لمراجعة كل هذه الحالات والظروف اللي مرت علينا. نعم. وتصويب الخط أو المسار بحيث أنه بالفعل يعني كما قلت نعود بكل قوة
وبكل نشاط للعمل والإنتاج ومساعدة يعني هذه المؤسسات. أنا أعتقد فرض على الجميع والحكومة عليها أن تقوم بدور الأكبر، لأنها هي يعني خلينا نقول الأب الراعي لكل هذه المؤسسات. نعم. ومن باب الأبوية أنها على الأقل تساعد أكثر خلال المرحلة الحالية. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور على هذه المداخلة اللي أثرت حوارنا، يعطيك العافية. شكرا جزيلا. شكرا، يعطيك العافية الدكتور أحمد بن عبد الكريم الهوتي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، رئيس اللجنة الاقتصادية والدراسات والبحوث. يعني الأستاذ عبد الله، مهما تحدثنا عن تكاملية الأدوار ودور المجتمع ودور القطاع الخاص نفسه ودور الحكومة كيف يتكامل، لكن البعض يقول في النهاية الكل يرجع للحكومة والكل يرمي الكرة في ملعب الحكومة ويتهمها هي مثلا بالتقصير وعدم مساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. مهما بدأ يعني أن نحن نريد نوزع الأدوار، لكن نعود في كل مرة. حتى الحين دكتور أحمد آخر شيء ختم أن الحكومة هي عليها الأدوار الكبيرة. فتعتقد هذا صحي للمشهد إذا استمر بهذه الطريقة؟ والله طيب، أنا عندي نظرة مختلفة. أنا ضد فكرة ان احنا نقول في مجتمع وفي حكومة. احنا في النهاية ترى الحكومة من وين جت؟ احنا جاية من المجتمع. يعني هذا الناس اللي يديروا الحكومة من وين؟ هم اهلنا، هم اخواننا، اولاد عمنا، احنا ترى كنا مجتمع واحد. ايوه، لكن الاستاذ عبد الله لما يتكلم عن الحكومة مقارنة بالافراد والمجتمع، نحن ما نتكلم عن الاشخاص ومن وين جايين، نحن نتكلم عن القرارات والمخرجات اللي جميل تخرج. جميل. قبل قليل ذكرنا مثلا يقول لك احيانا تطلع لنا رسوم في وقت غير مناسب. جميل. هذا حكومة لانه قرار. صحيح. زين، والسياسات والتشريعات والانظمة هي هذه الحكومة، ما الافراد يعني. جميل. الاشخاص. جميل، وهذا اللي جاي اتحدث عنه. يعني الحكومة الحين يمكن واحدة من الاشياء اللي لازم تنظر إليها مثل ما تفضل الأخ أحمد، الرسوم. وجهة نظري مثلا كشركة صغيرة متوسطة، جزء كبير جدا من مشاكلهم، ومثل ما تكلم الأخ اللي اتصل فينا الأخ إدريس الريامي، قال كلها مشاكلهم مالية. طيب أنا ليش أحط عليهم عبء مالي وهم في البداية؟ ليش أحط عليهم رسوم؟ ليش أحط عليهم ضرائب؟ ليش أحط عليهم كذا 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 كذا؟ ليش ما أسمح لهم أنهم يجيبوا مثلا عمال أجانب بعدد محدود جدا بدون مثلا بدون ما يدفعوا رسوم الفيزا على سبيل المثال، أو يدفعوا مبلغ قليل جدا، أو حتى يدفعوا في السنة الثانية أو يدفعوا في السنة الثالثة؟ إيش المشكلة؟ ما عندي مشكلة. طيب ليش احنا ما نغير نظرتنا؟ طيب انت كشركه خلينا احنا نساعدك ونعطيك كل شيء احنا ممكن نعطيه، وبعدين يعني بصوره غير مباشره احنا نتشارك معك في الربح. انك انت الرسوم اللي احنا ما دفعناك اياها ندفعها بعدين لما تحصل على سبيل المثال ربح معين. هذه واحده من الاطر اللي احنا ممكن نشتغل عليها. واحده من الاشياء اللي ممكن ان الحكومه انها تشتغل عليه، وهذا ايضا موجود في القطاع الخاص حاليا مثلا في قطاع النفط والغاز، اللي هو يسموه سور حمايه. فمنتجات معينه لا تورد الا عن طريق الشركات الصغيره المتوسطه. خدمات معينه لا تعطى الا للشركات الصغيره والمتوسطه. وطبعا احنا ايضا يحتاج ان نكون واضحين في تعريف الشركات الصغيره المتوسطه، من هي، وين موجوده، ايش معنى صغيره، ايش معنى متوسطه. وهذا هيئه المؤسسات الصغيره المتوسطه هي قائمه بهذا الدور. لازم يكون ايضا عندنا عقود طويله المدى، او خلينا نقول عقود متواصله مع هؤلاء الناس، لان هذا على اساس انه هو يقوم ما يقدر انه هو يفتح مكان وبعد اشتري من عنده شهر والشهر الثاني ما اشتري بعدين ما اشتري. طيب ليش انا ما اعطيه عقد سنه؟ خلي شويه يوقف على رجوله، من يحس نفسه انه هو خلاص قائم ممكن انه هو يتوسع، يروح شركه ثانيه، يروح مؤسسات ثانيه، يروح حتى الى خارج البلد. هذا هو الهدف الاساسي. وجود المعلومات الصحيحه ايضا هذا واحده من الاشياء اللي يمكن احنا ما موجوده معنا بشكل كبير. يعني حتى الحين رائد العمل لما يجي يقول لك انا اريد اتوسع، هو ما يعرف بيانات كثيره جدا مبهمه بالنسبه له هو، من ناحيه الناس، من ناحيه القوى الشرائيه، من ناحيه الاماكن، كل هذه الاشياء ما موجوده. كل ما كانت المعلومه الصحيحه الاكيده موجوده للجميع وخاصة للمستثمر، كل ما كان بالنسبة له مرتاح أني أنا ممكن أني أشتغل معك. يعني لو أعرف أنا الوزارة الفلانية مثلا كم تصريح يطلع في هذا المجال، أو كم خدمة محتاجة وأنا أقدر أقدم هذه الخدمات، إذن أنا أقدر أعمل. إذن أنا محتاج 5 موظفين، لا محتاج 3 موظفين، محتاج موظفين. صحيح. فقط، فما أجيب ناس أكثر من اللازم ولا أشتغل أيضا أقل من اللازم على أساس أني ما بوفي باحتياجاتهم. نعم. نأخذ اتصال جديد. مساء الخير.
مساء النور والسرور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. يا مرحبا وسهلا. من معنا؟ معك علي بن أحمد المعمري. يا مرحبا. أنا رائد أعمال من 2015، حاب أنه يعني أكون معاكم في البرنامج. تفضل. وعندي بعض المداخلات إذا في إمكانية أن أشارككم. أكيد في إمكانية. تفضل يا أستاذ علي. تفضل. أيوة نعم. أستاذ عبد الله وأستاذ عبد الله العبري، كنت مستمع من بداية الحلقة بخصوص التحديات اللي نحن نواجهها كأصحاب ورواد أعمال. من ضمن المشاكل اللي نحن واجهناها في جائحة كورونا هي إنه كانت الجائحة جديدة لجميع الحكومات، ولنا كأصحاب رواد أعمال كانت جائحة جديدة، وكان مثل ما تفضل أستاذ عبد الله كنا متوقعين إن بين شهر إلى 6 أشهر إن هذه الجائحة يعني بتضرب، بعد ذلك بتنزح. فكان عندنا مدخرات، يعني كأنا كعلي كان عندي مدخرات لهذا الأزمات، لكن للأسف إنه بعد ما خلصت مدخراتي وحاولنا إن إحنا نتواصل مع الجهات المعنية، الجهات التمويلية الأخرى، لأن يعطونا رأس مال تشغيلي، للأسف ما واجهنا. يعني كان في عدة عروض من صندوق الرفض، من المؤسسات الأخرى، بس للأسف ما قدرنا نحصل منهم أي شيء وافي. هذا موضوع الأول. والموضوع الثاني اللي هو إنه ما كان عندنا يعني كإدارة أزمات، ما في كان شيء واضح لرواد الأعمال وللمؤسسات إنه وش بيحدث بعد شهر، وش بيحدث بعد شهرين، وإيش بيحدث بعد 3 شهور. على أساس لكن علي تعتقد أن حد قادر كان يتنبأ إيش بيصير؟ يعني الآن هذه الجائحة معطياتها، يعني سبحان الله، كان من الصعب جدا أنك تتنبأ إيش القادم. يعني زين، لا ما يحتاج أن نحن نتنبأ وإيش اللي هو قادم، لكن نحن نتوقع. يعني لازم يكون في توقعات. يعني لا سمح الله إذا نحن غلقنا خلال شهر، إذا تم الغلق بعد شهر إيش مفروض نحن نسوي؟ نعم. إذا تم الغلق خلال سنة، وعساس كان منظمة الصحة العالمية تحس إنه في خلال إلين 2022، بس كنا نحن مستهجدين هذا الموضوع إنه مستحيل إنه يوصل إلى 2022 هذه الجائحة بتضل. بس يعني اللي هذا اللي حصل. بس من الحكومة أنا يعني قابلت عدة وزراء، يعني معظم الوزراء قابلتهم، تكلمت معهم، تكلمت مع المؤسسات، مع هيئة مؤسسات صغيرة متوسطة، ومن كلامهم يعني شفهيا يريدوا يساعدونا، لكن للأسف ما عندهم آلية واضحة كيف ممكن يساعدونا. هذا واحد. والشيء الثاني إنه حتى لو مثلا في توجيهات سامية من صاحب الدلالة إنه مثلا ساعدوا المؤسسات صغيرة متوسطة، في توجيهات مباشرة، لكن تعال إلى الجهة المعينة، تعال تحدث معاهم إنه في توجيهات سامية، هم بنفسهم ما عارفين كيف يترجموا التوجيهات، وكيف ممكن انه يساعدوا المؤسسات الصغيره، كيف يساعدوا، يعني ما قادرين يترجموا التوجيهات، وكيف ممكن انه يتفاعلوا بالتوجيهات. يعني انا يعني مثلا اعطيكم مثال، مؤسسات صغيره متوسطه رحنا لهم قالوا لهم لازم تكلموا وزاره التجاره، وزاره التجاره يقولوا لا نحن ننتظر من اللجنه العليا، لجنة العليا يعني حاولنا نتوصل إليهم برسالة بخطابات، قالوا تريثوا انتظروا شوية. رحنا تكلمنا مع وزير الاقتصاد نفس الشيء، إنه ما في حل، ما حد عارف ويش مفروض يسوي. وعاد آخر شيء الموضوع يعني صار علينا نحن كمؤسسات صغيرة متوسطة تراكم إيجارات، تراكم معاشات، تراكم أقساطات، الكهرباء، شركة كهرباء يعني يعني حطوا علينا لازم نحن بنقطع عليكم إذا ما دفعتوا، شركة الماء بنقطع عليكم إذا ما دفعتوا، وقطعوا. إذن الموظفين قالوا إذا ما تدفع لنا معاشات نحن لازم يعني خلاص، يعني نحن أما نغادر أما ننتقل إلى كفلاء آخرين. بعد 6 شهور هذا اللي حصل من عندي، إنه أنا خلاص قلت لهم لا، يعني اللي يريد ينتقل كفالة هاي ينتقل، وأنا كصاحب البناية ما رضى أبدا 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 إنه يعفيني لا من الإيجار
ولا انه يقسط لي الايجار ولا انه ينزلني من الايجار. فاضطريت ان انا اغلق، كان عندي شركه وصارف عليها شركه فوق ال 50,000 من بدايه 2000 من بدايه 2018 الى 2020، وراحن علي المبلغ وراحن علي حتى مدخراتي. نعم، يعني خلاصة قولك الآن الأخ علي أنه كنا فعلا محتاجين لإدارة أزمات خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على أقل تقدير، تراعي يعني كل نشاط ربما على حدة بسبب حجم تأثيره، وكذلك العلاقة المترابطة يعني بين نشاط ونشاط اقتصادي آخر. يعني مثلا هذه جدلية الإيجارات مع أصحاب البنايات يعني إلى الآن أتوقع ما نوجد لها حل يعني واضح. ما انت وجد لها حل، ومشكلة ان صاحب الإيجار يقول لك انا بنفسي ادفع حال البلدية رسوم. انا ادفع حال البلدية رسوم، اذا البلدية ما عفتني زين ليش انا اعفيك انت؟ ليش اخفض لك؟ ليش اقسط لك؟ يقول لي البنك مثلا انا ما عفاني او اجل لي قسط، ليش انا اجل لك؟ فهمت؟ هو له حق يعني، وانا حتى لي حق انه في يعني انا حاولت بقدر الامكان. اسمح لي استاذ عبد الله اني طولت، بس انا حاولت كل الطرق، نقص الموظفين، حاولت انقص استخدام الكهرباء والماء، نقص المساحه، يعني عندي مطاعم وعندي شركه اخرى، شركه سكرتها وبديت اشتغل في بعض المجالات اونلاين زين، يعني استغنيت من 90% من موظفيني. نعم زين، في الشركة الأخرى في مجال المطاعم استغنيت 50% من الموظفين زين. ف يعني هذا اللي حصل، وبعد فوق كل هذا ما قدرت، يعني أنا ما قادر، إنه ما أعرف مشكلتي ومشكلة كل رائد أعمال. أوعدك إنه ما يعرف شهر القادم إيش القرارات اللي بتصدر، هل القرارات من صالح رائد الأعمال أو ما من صالحه. هل في رسوم جديدة؟ هل في ضرائب جديدة؟ هل يعني ما عندي خطة ممكن أعرف إنه إيش بيصير بعد 6 شهور من اليوم. نعم واضح. واضح يا أخوي علي، وإن شاء الله حن بنتناقش الحين في النقاط اللي ذكرتها، لأن هذه في غاية الأهمية، إنه فعلا يعني لازم يكون أقل شيء عندك نظرة لمرحلة زمنية معينة للقادم، يقدر رائد الأعمال إنه هو يعني يتعامل معها ويبني إجراءاته وخططه عليها. شكرا لك. عندي آخر مداخلة إذا في إمكانية. اتفضل بشكل سريع الله يخليك. زين بشكل سريع ومختصر، إنه يعني معظم الجهات الحكومية تريد تساعد، يعني على حسب يعني نظرتي تريد تساعد، لكن ما عندنا آلية أو ما عندنا تعاون بين الجهات الحكومية اللي تعاون، يعني لكل جهة هي تريد تقدم اللي عليها وما يخصها للجهة الثانية إيش تسوي. فهي التعاون هذا من أهم الأشياء اللي ممكن تساعد المجتمع والرائد الأعمال. نعم. بارك الله ترابط فيك. الجهات. شكرا لك يا علي، يعطيك العافية. خلنا نبدأ من حيث انتهى علي، يعني الأستاذ عبد الله يعني عجبتني مداخلته، يقول الجهات تبغى تساعدنا وكلهم يبدو مساندتهم لنا، سواء وزارة الاقتصاد، هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة، وزارة التجارة والصناعة، تجارة الاستثمار، اللجنة العليا، الكل يبغى يساعدنا. صحيح. لكن الجهود بالعماني ما تضول، يعني يمكن لأنها ما مترابطة، ما متماسكة. أهمية كذلك اليوم أن نحن نؤمن أنه دعم المؤسسات الصغيرة المتوسطة قد لا يكون مسؤولية جهة واحدة فقط، بقدر ما هو منظومة متكاملة. صحيح. هو يمكن واحدة من الأشياء، خلينا نقول أنه يمكن اللي الحكومة لاحظتها، وهذا اللي أنا أقدر أحسه، يعني أنه فعلا إحنا في عندنا مشكلة في التواصل. زين، يصدر قرار وبعد كذا يمكن لاحظتوا حتى أنتم كإعلاميين، يصدر قرار وبعدين يصدر تفسير للقرار. نعم. طيب ليش إحنا ما نصدر قرار ومفسر وواضح وكل شيء، وكل حد عارف كيف شغله في كل نقطة، 1 2 3 4 هذا على الجهة الفلانية، ويستشرف التداعيات. نعم. إحنا صدرنا هذا القرار لكن نتوقع أن يصير تأثير كذا، وهذا طريقة التعامل من كل النواحي. فأنت تعطي الخطة كلها كاملة. نعم. فكان في عندنا مشكلة، خلينا نقول في السلسلة الاقتصادية وفي السلسلة اللي يعني نقول المعلوماتية، إن كيف المعلومة تنتقل
وفي النهاية الواحد يقول لك طيب هذا الموضوع أنا يمكن ما يخصني كوزارة، يخص الوزارة الفلانية. نعم. طيب هذا التوجيهات صدرت لكن للوزارة الفلانية، هم المفروض ينفذوا. طيب هم ما عندهم الآلية، ما مهمتهم، بس هم أنتوا تتكاملوا معهم. إذا هذه آلية تكامل لازم أنها تشتغل عليها. نعم. اللي ألاحظه فعلا أنه صاير في تكامل الحين، في مشاريع كثيرة جالسين يشتغلوا عليها في عدة وزارات، ووزارة تقنية المعلومات يعني بشكل عام يشتغل على هذا الموضوع بشكل جيد، وزارة الإعلام أيضا يشتغلوا عليه، أنك أنت أيضا المعلومة لازم يكون واضحة للمواطن. هل أنا على أساس أني أحصل على هذه الترخيص أو أحصل على هذه المنحة أو أحصل على هذا، ما هي الإجراءات؟ هل هي واضحة بالنسبة لي؟ هل أروح على الجهة ألف أو الجهة باء أو الجهة جيم أو أني أروح عندهم كلهم؟ هذا الأشياء لازم أنها تكون واضحة. أنا كمواطن، كرائد أعمال، كمستثمر داخلي أو حتى خارجي، لازم تكون واضحة للجميع. وهذا يمكن مثل ما قلت لك، يمكن إحنا ما كنا منتبهي لها، لكن لما صارت الجائحة أوضحت لنا يمكن تحديات كثيرة جدا موجودة معنا، والحين جالسين إن إحنا نعالجها. ما نتوقع أن تأثيرها يبدي على طول، لكن يمكن يأخذ له وقت، يمكن سنة، يمكن سنتين، يمكن أكثر، يمكن أقل. كل ما كان الناس تعاونوا أكثر أنهم يشتغلوا على الموضوع، كل ما حلينا بصورة أسرع. خلينا نتكلم عن إدارة الأزمات. إدارة الأزمات دائما فيها أشياء، سيناريوهات معينة، مثل ما تفضل الأخ جزاه الله خير، يعني هو الإنسان واعي، عارف أن أنا مثلا في يوم من الأيام بتصير عندي أزمة. لكن أيضا خلينا نقول إحنا وقعنا كلنا في نفس الفخ، إحنا توقعنا أنه هذه بتكون 3 شهور، استوت 6 شهور، استوت سنة، استوت سنتين، فصارت عنده مشاكل كثيرة جدا. مثل ما ذكرت في البداية، الناس اللي كانت عندهم مرونة هم الناس اللي قدروا على الأقل يبقوا خلينا نقول نفسهم أكثر. الناس اللي ما كان عنده مرونة أصر على نفس الشيء، على نفس الآلية، وما قدر يطور، ما قدر يغير من طريقة تقديم الخدمات. يعني أنت أبسط مثال التعليم، التعليم إحنا والتدريب كنا نعرف أنه هو لازم تروح في مكان ولازم تجلس، كل هذا تغير. نعم. إذا أنت ما عندك الآلية، ما عندك النفس أنك أنت تعمل هذا كله يعني بصورة كما يقوله أونلاين على الشبكة العنكبوتية، ما ممكن أنك أنت كان أنك أنت تعيش لحد اليوم. يعني أكيد أنك أنت قفلت كل المشاريع اللي هي موجودة معك. نعم. عندنا اتصال جاسم. طيب نأخذ اتصال. مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم الله بالخير، يعطيكم العافية. يا مرحبا وسهلا، حياك الله معنا. سيف سعيد من البريمي، رائد أعمال، أحسب نفسي كذلك. يا مرحبا وسهلا فيك الأخ سيف، تفضل. حياك الله أستاذ عبد الله. الله يسلمك. والله بداية يعني أشكر جهودكم على تسليط الضوء على مختلف القضايا المهمة، وعلى رأس هذه القضية وأرحب فيك وضيفك. الله يسلمك. أستاذي الفاضل، يعني لو تسمحوا لي، بما أني يعني أنا جزء من هذه المنظومة، يعني أنا مستغرب من هذه القضية. هي مش شائكة، هي بسيطة لكن معقدة. يعني نحن نؤمن بشيئين، وهذه تكاد من المسلمات عندنا ومجتمعنا، أن الشاب العماني مبدع ومجتهد وصبور. الشيء الثاني أن دول كبرى عظمى تعتمد اقتصاداتها على رواد الأعمال أو على المصفى الصغيرة والمتوسطة، ولا عندهم ثروات، لكن ثروتهم هم رواد الأعمال. إذا لماذا لا يسلط الضوء عليهم بدعم فعلي ومبادرات حقيقية؟ مش هذه المبادرات المتواضعة. يعني نحن لا نحجم الجهود ونشكر من يسعى. أنا عجبتني، ما كنت معاكم في الخط، ولكن عجبتني مداخلة أستاذ علي المعمري لما قال زور المؤسسات نجد فيهم أنه يريدوا يساعدون بس ما عارفين كيف. يعني هذا بالفعل، يعني أستاذ عبد الله، مدعاة للفخر للأخلاق اللي نحصلها في كل المؤسسات، لكن ما نفخر فيها. ليش؟ لأنه ما في إنتاجية. أنا إذا تقابلني وترحبني وتأخذ علومة وتقهوين، وفي النهاية أنا ما أحصل على نتيجة، أنا ما أحتاج هذا الشيء. أنا في مؤسسة معنية بريادة الأعمال، أوصل لهم رسائل، عدة رسائل، سواء على الإيميل أو رسائل ورقية، وللأسف تقريبا من 10 رسائل يردوا علي برسالة أصلا ما في اللي أنا أريده، ولا تواكب مع طموحاتي ولا تحل لي إشكاليتي. أستاذ الفاضل، أنا ضد أي شخص يسوي هيلمان ومبادرات، وهو أصلا في قرارات صاحب الجلالة طيب الله ثراه 2013
ربما هذا أنا كررته كثير على المستوى الشخصي وكثيرين يرددونه. فيفترض أن ما ردده يعني من الخجل بمكانه إن قرار مثل هذا ردده، يفترض أن تحقق وراء النور هو قرار 10% المستوصفة المتوسطة، قرار دقيق يحمل في طي لا ضرر ولا ضرار، ما يأثر على المؤسسات الكبيرة وأيضا يخدم المؤسسات الصغيرة بصفة كبيرة. للأسف أنا أتكلم عنها لأن أنا من الأشخاص المتأثرين بهذا القرار، ويعني خسرت مناقصة دخلت فيها وكانوا يجددون تلقائي، فلما كبروا المناقصة دخلنا على المناقصة، للأسف اللي حصل على المناقصة عسى الله يوفقه شركة أجنبية ما عندها ريادة أعمال. نحن اللي وقعنا في هذا الفخ قالوا لنا قدموا استقالاتكم وافتحوا وكونوا رواد أعمال، وكونوا رواد أعمال حقيقيين من أجل تحقيق المراد. هذا اللي سوينا نحن، لكن للأسف المناقصة ما حصلنا عليها، وطرقت الأبواب وحاولت أتواصل عند الأشخاص المعنيين. أنا ما أريد أنه الشخص بعينه اللي هو سيف سعيد أنه يحصل على المناقصة، أنا أريد من ضمن المنافسة للحصول على هذه المناقصة أنه شخص عنده بطاقة ريادة أعمال. أيضا صاحب جلالة السلطان هيثم عبد الله وأبقاه صدر قرار في القرض الطارئ، قرار سليم جدا يعني حتى نفسيا أنت يدعمك هذا القرار. لكن فاجأني برسائل وأغلبها فاجأني برسالة بالاعتذار رجعناهم، وطبعا ما في أي إشكالية، ربما في سبب يعني منطقي، قالوا لنا والله أنتم غير مستحقين. طيب ليش غير مستحقين؟ أعتقد أستاذ عبد الله ذكر هذا الموضوع آخر شيء، أن الشغل اللي على الأونلاين أو على الشبكة العنكبوتية. نعم علي نعم. أتصدق أن في ورقة، قالوا لي العذر أن في ورقة ما مرفوعة عندك. طيب هذه الورقة كان بإمكانك أن تتصلوا عندي وتخبرون الشيء الثاني شو هي الورقة، كشف العمال. طيب المفروض أن النظام عندكم يكشف رقم السجل وكشف العمال وعدد الأنشطة، كل هذه التفاصيل المفروض عندكم. إذن ما هنالك رغبة جادة من أجل مساعدة هذا الأمان أو يبحثون عن أعذار. الموضوع التكاملية والرغبة يعني أستاذ عبد الله أحل يعني أستغل إذاعتكم إلى قطين. النقطة الأولية ترى هذا الحل ما يحتاج إلا شيء كبير، يعني أن تصدر وزارة العمل الموقرة قرار برفع قيمة المأذونيات. طيب هذا القرار إذا جلسوا، يفترض أنه يجلسوا مع وزارة التجارة لأن كلنا في نفس المنظومة وفي نفس المركب غرفة التجارة والصناعة، إذا ما جلسوا فتلك مصيبة. إذا جلسوا معاهم وأقروا هذا الشيء فالمصيبة أعظم. يعني تخيل رائد أعمال يطلب منه تأشيرة 2000 ريال، ليش؟ أو أن الرغبة المهمة أن توظف عماني. أنا لازم أوظف عماني، عماني أخوي ما حد يشفالي، ما يحق يقول الظهر لظفرة. فهذا الشخص أنا أريد أوظف عماني، لكن أنا كيف أوظف عماني إذا باقي الفيز أنا أدفع عليهم 2000 ريال قصة أنا تقن في شركتي. نعم. إذا أنت سببت لي عجز، غير هذا العجز سكرت الشركة، إذا حرمت الدولة من الرسوم اللي كنت أدفعها، غير هذا أنا أصبحت عالة على هذا المجتمع. فلو كان هنالك رغبة ملحة في إيجاد حلول نعم، هي ربما الرغبة سيف موجودة، ولكن الممارسات أحيانا على أرض الواقع أحيانا تصطدم إنها ما متكاملة، أو أحيانا إنها ما تعبر عن هذه الرغبة بشكل كافي، أو أحيانا إنها تكون بعيدة ربما حتى عن واقع الحال لهذه المؤسسات. لا أستاذي، إن أنا أعتقد هذا، وأنا أعتبر إن كل شخص يريد يحل أو كل مؤسسة تريد توجد حلول للتحدي اللي هي عندها. أنا بحل مشكلة رائد أو مشكلة الباحثين عن عمل، لكن ما عندي مشكلة أنصف برائد الأعمال. لو كنا نعمل في نفس المنظومة ومؤمنين بأن رائد الأعمال هو عصب الاقتصاد، وإذا مشى الاقتصاد راح يوظف مواطنين وتوظيف المواطنين راح يدور القيمة المضافة. أنا ما أعرف هل هنالك جهل أو ما هنالك، لا أنا أبعدني أرجع على موضوع الرغبة. لما يكون هنالك إيمان بقضية معينة وفي رغبة لإيجاد حل، والله أستاذ عبد الله إنه ممكن يوجد فرد حلها. أنا ما بنتظر مسؤولي يوجهني من أجل إيجاد حل. أنا في يوم من الأيام دخلت على مؤسسة حكومية وكنت شال كم ورقة، والله إني خجلت من نفسي هذاك الكم الورق المطلوب مني على أساس إني أخلص معاملة بسيطة. أنا جاي أنزل لهذه المؤسسة
لخبط بين دفتر الجامعة وبين الأوراق اللي نزلتها تفرهن. لما دخلت أصدق قال عبد الله إن قالوا لي في ورقة ناقصة. يعني استحيت قلت لهم أنا ما ممكن أجيب الورقة. قالوا ليش ورقة بسيطة؟ قلت لهم أخذين من نفسي في عام 2022 وأنا أحتاج إلى هذه الأوراق. تعرفون بعض المؤسسات تقالب اللي يستخدم النوتات أو الورق الصغير. نحن عالم خلاص نتكلم إلكترونيا عشان نحفظ حقوق الناس عشان يكون في هنالك تواصل. نعم. هذا الكلام الأوراق. نعم. من اللي أوجد الحل؟ الموظف اللي جزاه الله خير. قرار نفسه أساس ما يرجع بعد ما عرف المسافة اللي تكبدتها. نعم. قاموا مشاني. إذا الحلول ممكن إن الفرد بنفسه والموظف بنفسه إنه يحلها ويستغل. نعم. نحن نبغى المنظومة هي اللي تحل هذه الأشياء بالضبط. كلها وتكون والله يعني هي باقة كبيرة الأخ سيف الحين حن فقط لأنه في الدقائق الأخيرة نبغى نجد مساحة فقط للتعليق عليها لأن أجدها بصراحة كلها نقاط مهمة. فشاكر لك كل الشكر إثراء هذه المساحة. شكرا لك يا أخوي سيف الله يسلمك يا رب حياك الله. ما كنت بغى أقطع على سيف يعني لأن النقاط كلها اللي يذكرها حقيقة نقاط جوهرية ومهمة جدا. يعني نحن يمكن في فترات سابقة أسهبنا الحديث عن الدعم مثلا المادي والحلول التمويلية والمشاكل التي تتعلق بالجوانب المالية. اليوم بعض الجوانب اللي ذكرها سيف هي المفروض أنها ما تكون لها علاقة بجوانب مالية. يعني الآن رائد الأعمال ما يريد فلوس خلنا نقول من الحكومة بشكل مباشر لكن ما يريد يصطدم بواقع مثل هذا. يريد المنظومة الإلكترونية تكتمل بشكل مترابط. يريد الإجراءات تتكامل والتسهيلات تكون موجودة. يعني يقول لك جهة تنادي بالتسهيل مثلا على أصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة وفي نفس الأسبوع يمكن جهة أخرى تفرض رسوم وتزيد من استقدام العمالة مثلا الوافدة وتشمل في هذه الزيادة حتى أصحاب المؤسسات الصغيرة المتوسطة. خلاصة هذا الحديث الأستاذ عبد الله لملمت هذه الجهود وتكاملها يمكن يكون هو شعار المرحلة. نعم. واحدة من عشان نحل كل هذه الإشكالية لازم تكون عندنا عمليات وإجراءات واضحة. الحكومة لازم يكون عندها عمليات إجراءات واضحة لكل هذه الأشياء. يعني أنا على سبيل المثال أنا اليوم بغيت أفتح شركة لمقاولات على سبيل المثال. هل أنا بالنسبة لي لو رحت موقع أو مصفوفة أو خارطة أو أي مكان في الحكومة تبين لي إيش ما أنا محتاج وإيش مطلوب مني وكم المبلغ اللي بيكلفني وكم أقصر مدة وكم أعلى مدة حسب علمي حتى الحين هذا ما موجود. هذا المفروض أنه يكون موجود والمفروض يكون على كل الأشياء ويكون مربوط بكل التسعيرات لأن الحين في رسوم معينة لأشياء معينة أنت لازم تكون رابطنها وهنا يجي الربط الإلكتروني. كل ما احنا ربطنا نفسنا بشكل إلكتروني كل ما كان أسهل. يعني أنا استغرب مثلا في جهات حكومية للأسف تروح مثل ما قال الأخ يعني سيف السعيدي يقول تشل عندك ملف كامل في النهاية يقول لك أنت ورقة واحدة ما جبتها. فهنا مشكلة كبيرة جدا. لكن هنا أيضا يجي دور الموظف وأنا أسميه الموظف القيادي وهذا أيضا أكيد الناس تشوفهم. في موظف لما تروح عنده يقول لك هذا الموضوع ما ممكن يمشي بس أنا برفعه للمدير. بس لما تروح عند المدير يقول لك لا الموضوع يمشي. فهو دائما عنده كل شيء ما يمشي لكن كل شيء لازم يتخذ منه القرار فيه يتخذ فيه القرار المدير. الحين هل هذا الشخص عنده سلطة أنه يتخذ القرار؟ هل مسموح له أنه يأخذ القرار ولا لا؟ هذا لازم يكون واضح من جهته وهذا أيضا لازم يكون واضح في سلسلة العمليات والإجراءات لأن احنا لازم يكون متكاملين في هذه في 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 هذا الموضوع. نعم. على سبيل المثال وزارة العمل تقول لك أنا مثلا كل شهر ما بسمح بأكثر مثلا من 50 أو 5000 أو 500 عامل مثلا في قطاع مثلا المقاولات على سبيل المثال. طيب كيف يتم توزيعهم؟ كيف أنا أعرف متى اللي جايين؟ كيف أنا أعرف هل أنا مستحق أو مستحق؟ هل أنا مثلا في 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 طابور انتظار ولا لا؟ لازم هذا يكون واضح للجميع. هل أنا مثلا لازم أروح أكلم المدير عشان يعطيني واحد زيادة ولا هم يقولوا لي هناك لا لازم يكون عندك عقد؟ طيب أنا جبت العقود هل بتعطوني ولا ما بتعطوني؟ بيقول لك لا والله خلصنا مثلا 5000. لا 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 ما يصير. لازم يكون كل شيء واضح ولازم يكون كل شيء مرتب ولازم يكون كل شيء مكمل لبعضه
وهنا أيضا التكاملية ضرورية جدا. لازم إحنا كلنا كجهات حكومية يكون متكاملين. ما تقدر هيئة المؤسسات الصغيرة المتوسطة أنها تلعب هذا الدور؟ يعني إحنا ما نريد نرفع سقف طموحنا ونقول عندنا مجلس وزاري مثلا ويتبع مجلس الوزراء خاص بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويلملم هذا الجهود، لكن وجود الهيئة تعتقد أنه قادر على القيام بهذا الدور بين المؤسسات الحكومية؟ الهيئة تقوم بدور كبير جدا في هذا المجال، لكن في نطاقها. لكن أنا ما أعرف يعني مدى قدرتها على قيادة الملف، يعني خلنا نقول بشكل مترابط ومتكامل. أنا وجهة نظري الشخصية إنه الهيئة المفروض ترفع إلى مستوى أعلى. يعني هي الحين بدرجة وكيل وزارة المفروض تكون مثل بهيكل وزارة. نعم. لأنك أنت الحين بيصير عندك سلطة أقوى. انك انت تقدر تمشي امور كثيره جدا يمكن تلحي معقده ما قادر. نعم. انك يعني هو رئيس مجلس ادارتها ممثل في مجلس الوزراء. نعم. لكن ربما يعني هذا غير كافي لانه نعرف هذه وجهه نظر شخصيه عندي. زين، هم عندهم مجلس اداره وجزاهم الله خير عاملين جهد كبير جدا. نعم. لكن لما يكون في عندك شخص برتبه وزير وما يكون ممثل في مجلس الوزراء تنفيذي في نفس الوقت وتنفيذي في نفس الوقت، فأنا لما نروح أتكلم مجلس الوزراء الأولويات اللي عندي من ما أولويات؟ أنا عندي وزارتي والمؤسسة المتوسطة، لا، أنا أولويات اللي عندي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. نعم. يعني هذا ترى ينطبق يعني على القطاعات الأخرى، وشفنا حتى يعني مثلا في رؤية عمان 2040 عندما أرادوا أن يسرعوا ويمكنوا بعض القطاعات أنشأوا لها حتى برامج خاصة. نعم. مثل برنامج نزدهر أو برنامج استثمر في عمان. برنامج توازن المالي والاستدامة المالية وبرنامج الوطني للتشغيل، ولملموا فيه جهود الجهات حتى لو كان لفترة زمنية معينة، وبعدين يوجدوا له آليات للاستمرار. يمكن نجد أنفسنا بحاجة يمكن حتى إلى هذا النوع من البرامج المسرعة. هو مثل ما تفضلت، هو في النهاية احنا نحط اقتراحاتنا، يمكن احنا ما يعني مش أخبر ناس في هذا. نعم. الموضوع يعني الشخص اللي هو يقدر يشوفه مثلا كما يقولوا من هوليكوبتر كل شيء تحته، هو يمكن أفضل شخص ممكن يتخذ هذا القرار. نعم. فيشوف احنا وين نقاط الضعف اللي عندنا. نعم. وين الأشياء اللي هي خلينا نقول فيها ممكن أشياء تكميلية ممكن نعملها. نعم. نشتغل على هذا الأساس. ترى هو على أقل تقدير يعني الأستاذ عبد الله الحين حتى من خلال اتصالات رواد الأعمال عندنا جانب واجد إيجابي، أنه لدينا الرغبة الحمد لله، ولدينا كذلك الإيمان بأهمية هذا القطاع، وعندنا مجتمع أيضا راغب أنه هو يساهم. أيوة، باقي أن نحن نجمع هذه الجهود ونوائمها وتترجم متكاملة. نعم. نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله، ويعطيك العافية على هذا الطرح وكذلك على إثراء يعني هذا الموضوع، وأنت خير يعني من يتحدث فيه. شكرا جزيلا، وأنا أشكر الجميع المستمعين، وأتمنى أيضا أنه تكون في مبادرات سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص لدعم هؤلاء الناس. نعم. في النهاية هؤلاء الناس هم أخواننا، هم أهلنا، هم مجتمعنا. من أبسط شخص موجود في القرية، أنت لو تشتري من جارك اللي هو موجود معك دين كان أنت ساعدته ولو شيء بسيط جدا. نعم. إلى الشخص اللي هو عنده شركة متوسطة أو حتى كبيرة، ورسالتي هنا للناس العمانيين اللي ماسكين في المشتريات، فضل دائما نعطي أفضلية للشركة العمانية. نعم. نعطي أفضلية للشركة العمانية، اختبره، أنت ما خسران حاجة يعني. زين، ولما تحسه أنه هو بدأ أثبت وجوده صدقني هو بيتوسع وبيفيدك بشكل أفضل، وما إلك أنت، بيفيد المجتمع كله كامل. نعم. شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد الله بن محمد العبري، مدرب ومستشار في تنمية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. شكرا جزيلا، وشكر موصول كذلك للدكتور أحمد الهوتي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، كان معنا عبر الاتصال، بالإضافة إلى الأخوة رواد الأعمال اللي شاركونا هذا الحوار، إدريس، علي، وسيف. والشكر لكم مستمعين على متابعاتكم وعلى كذلك مداخلاتكم في الحوار.